السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أعتذر منكم للتأخر في عمل الفيديو بسبب أشغال في المنزل. سألني بعض الأصدقاء عن عمل فيديو عن الكوكب أطلس أو المذنب أطلس الذي كثر الحديث عنه في الأيام الأخيرة، وأنا كنت أراقب هذا الكوكب في كل ليلة في السماء وأبحث عنه في المواقع والبرامج العلمية وأستخدم النواظير البسيطة التي أمتلكها، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم ألاحظه بشكل واضح في السماء. ولكن اليوم سوف أقدم لكم في هذا الفيديو لمحة عن هذا البرنامج أو هذا الموقع الذي سوف أضع لكم رابطه في صندوق الوصف. The Sky Live. The Sky Live هذا موقع عن الكواكب والنجوم والفضاء. موقع جميل جدا، يعطي معلومات واضحة وكافية جدا. هو باللغة الإنجليزية، ولكن بالإمكان بسهولة أن تستطيع أن تفهم ماذا يتحدث في هذا الموقع. سوف نبحث في هذا الموقع عن المذنب أطلس، ونلاحظ أين هو هذا المذنب أطلس أو الكوكب أطلس، وما هو وما هي المعلومات التي ممكن أن نأخذها عنه، وما هو مداره، ومتى يقترب، وهل سوف يؤثر على الأرض في شيء. فسنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموقع هو The Sky Live. The Sky Live. نأتي في البداية هنا في هذا الحقل وهذا السطر الفارغ، يجب أن نحدد المنطقة التي أنت فيها لكي يعطيك ماذا يوجد في سماء منطقتك. عليك أن تحدد المنطقة. سوف أقوم بتحديد المنطقة التي أنا فيها الآن من خلال هذا Change. هنا في البداية هو بدأ على United Kingdom. سوف نغيرها من هنا Change. نضغط على هذه، ومن هنا نختار من خلال الكتابة انظر، ومجرد أن كتبت بغداد وأنا في العراق، مجرد أن كتبت بغداد فظهر أمامي بغداد والعراق. ويمكنك أن تكتب اسم أي محافظة أو دولة أو قرية أنت فيها. بعد أن تختار المنطقة اضغط على Submit. الآن تلاحظ قد تغير الوضع هنا، واللوكيشن أصبح بغداد العراق. هنا يقول لك مرحبا في بداية هذا البرنامج، وسنلاحظ ماذا يوجد في سماء العراق. سوف ينبئك هذا البرنامج بالأحداث الفلكية. انظر هنا Popular Object This Week، أي المعلومات أو أشهر النجوم والكواكب التي تظهر في السماء في المنطقة التي أنا حددتها بغداد. تلاحظ هنا المون وأطلس، وهنا توجد الفينوس والسان والمارس والجوبيتر، هذه كلها تظهر في السماء، ولكن نحن نريد أن نشاهدها بشكل أفضل. سوف نأتي كيف نشاهد هذه السماء. نريد أن نذهب إلى مشاهدة السماء في المنطقة التي أنت حددتها بشكل واضح وجميل. اضغط على هذه الأشياء الصورة، وهذا هو كومت أطلس، حيث اسمه العلمي في البرامج الفضائية هي C 2019 Y4.
الآن فتحت هذه النافذة بعد أن ضغطنا على هذا كومنت أطلس، والذي من خلال هذا الصفحة من الموقع سوف يعطينا معلومات كافية عنه. هذا هو موقعه الأطلس في السماء، فهو يقع بالقرب من برج الزرافة. هذه كلها تشير إلى الموقع. إذا كنت تريد أن ترصده باستخدام تلسكوب فهذه المعلومات سوف ترشدك إليه. سوف نأتي إلى صورة أوضح، نضغط على هذه الكلمة أونلاين بلينترام. الآن كما تشاهدون أعزائي ظهرت لدينا هذه النافذة. من خلال هذه النافذة يمكننا أن نشاهد أين هو أطلس أو المذنب أطلس في السماء. طبعا أنا هنا حددت المنطقة بغداد كما تلاحظون، المنطقة بغداد هذه. نأتي إلى هنا خاصية الأوبشن لنقوم بإزالة بعض الأشياء التي تشوش الصورة. بالضغط هنا سوف نزيل بعض التأثيرات، هذه التأثير وهذا التأثير النجوم، وسوف نجعل الأرض واضحة هكذا. الآن كما تلاحظون هذه هي الأرض، مستوى الأرض، وهذه هي السماء في منطقة بغداد في العراق. هذا المذنب يظهر هنا واسمه مكتوب عليه، فهو قريب من هذا البرج الذي هو برج الزرافة. يمكنك من خلال هذه الصورة أن تحدد موقع هذا المذنب وأن تراقبه باستخدام التلسكوب إذا كان لديك تلسكوب. نلاحظ هنا أنه هذا موقع الشمال نورث، وإذا أتينا بهذا الإيست الشرق، أن المذنب يقع بين هذه المنطقتين. تلاحظ هنا النورث وهنا الإيست وهنا المذنب أطلس، فهو يقع في الشمال الشرقي بالنسبة إلى منطقة بغداد. اختار المنطقة التي أنت فيها وسوف تستطيع أن تحدد مكان هذا المذنب والزاوية والارتفاع. وتوجد هنا معلومات دقيقة إذا كان لديك جهاز كمبيوتر مربوط على تلسكوب، يمكنك من إدخال هذه الإحداثيات الموجودة هنا يمكنك أن تستطيع أن تحدد موقع المذنب هذا. بالعودة إلى الصفحة السابقة نريد أن نستكمل معلومات عن المذنب أطلس. لاحظنا هنا موقع المذنب بالنسبة للأبراج، هذا أيضا، هنا صورة أيضا، هنا في هذه الفقرة كومت أطلس C 2019 Y4 Distance، المسافة، يبين لك ما هي المسافة. Distance بالكيلومتر 150,676,716. أما هذا الديستانس بالضوئية، السنة الضوئية، هذا الديستانس هذا بالكيلومتر وهذا بالسنة الضوئية. مكتوب في هذا الشارت Distance from Earth، Distance from Earth أي المسافة بالنسبة
بين أطلس والأرض. من خلال هذا الشارت نلاحظ أنه في سنة 2020 وبالتحديد تقريبا في الشهر الخامس هنا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة الشهر الخامس تقريبا سوف يكون هو أقرب مسافة إلى الأرض في هذه المنطقة في الشهر الخامس تقريبا. كم هي المسافة ستكون؟ المسافة ستكون هنا، نلاحظ القراءة تظهر هنا في أقرب نقطة في هذه تقريبا في الشهر الخامس، المسافة عن الأرض ستكون 119 مليون كيلومتر، 119 مليون كيلومتر. وهذا متى؟ بتاريخ مي 27 مي 2020، بتاريخ 27 مي 2020، 119.3 مليون كيلومتر، هذه هي أقرب مسافة إلى الأرض، وهي مسافة بعيدة. إذن هو لا يصطدم بالأرض أو لا يقترب كثيرا من الأرض، وسنلاحظ ذلك في هذا الموقع. وهنا تجد جداول وحقول تبين كثير من الأشياء التي ممكن أن تفهم عنها من خلال هذا الكوكب. وصلنا إلى هذا الحقل في الموقع حيث يبين لك مدار ومسار هذا المذنب أو الكوكب، الطريق الذي سيسير فيه وهو متجه باتجاه الشمس، وكم سيقترب من الأرض. فمن خلال الضغط على 3D Solar System Simulation تظهر لنا هذه النافذة. نلاحظ هنا أننا نتحدث من الموقع آسيا بغداد أي العراق. سوف نختار هنا المذنب الذي نبحث عنه من خلال هذه القائمة. نلاحظ من هذه القائمة أن أطلس يوجد أكثر من مذنب باسم أطلس، أكثر من مذنب، لكن المذنب الجليدي الغازي الذي هو عبارة عن كتلة من الغاز وحجمه يساوي ربع حجم الشمس الذي نتحدث عنه وتتحدث عنه المواقع الكثيرة هو هذا C2019Y4. بعد القيام بتحديده نلاحظ أن الأرض، هذه هي الأرث، هذه هي الأرث الذي هي باللون الأزرق، والمذنب هذا كومة أطلس باللون البنفسجي. انظر إلى مدار هذا المذنب. في البداية أريدك أن تلاحظ أن مدار هذا المذنب تقريبا بشكل عمودي على مدارات الكواكب، يمكنك أن تلاحظ ذلك. هذا هو مدار المذنب ويأتي من بعيد من خارج المجموعة الشمسية، لاحظ أنه يأتي من مدار بعيد جدا، ولذلك هو يحتاج إلى ما يقارب 5000 سنة ليعود هذا المذنب، أو كما يقال بأنه يقترب من المجموعة الشمسية كل 5000 سنة تقريبا. هذا هو المدار الذي يسير فيه هو. نلاحظ هنا في هذه الزاوية الآن هو تقريبا بشكل عمودي فوق مدار الأرض تقريبا، وهو داخل مدار المارس. سوف نحاول أن نقدم الزمن لنرى كيف يتحرك هذا الكوكب أطلس، هذا الكوكب أطلس كيف يتحرك وما هي أقرب مسافة له وكيف سوف يمر بالقرب من الشمس. نلاحظ هنا Set Time، عند الضغط يظهر لنا هذا الجدول الذي فيه اليوم والشهر والسنة والساعة.
عند تقديم الأيام نلاحظ حركة هذا المذنب باتجاه الشمس. هذه هي الحركة، انظر الآن أصبح داخل مدار الأرض ولكنه ليس في نفس المستوى، فهو في مستوى عمودي من مدار الأرض. هذه هي الأرض، هذه الأرض اللون الأزرق. نقدم في الأيام، هكذا هنا أصبح قريب جدا من الشمس. لاحظ هنا، نعود إلى الوراء قريبا، الآن أصبح هذا الكوكب بنفس المستوى السطح، بنفس المستوى المدارات الكواكب الأرض والفينوس والميركوري. عندما يكون المذنب هذا في هذه المنطقة سوف يكون له رؤية واضحة في ليل أو في سماء الأرض، لأننا نرى كل غروب ظهور نجمة واضحة وقوية جدا وهي الزهرة الفينوس، بسبب قوة انعكاس الشمس لها وقربها من الأرض. عندما يقترب هذا النجم والذي حجمه ربع حجم الشمس في هذه المنطقة سوف نستطيع أن نشاهده بصورة واضحة في السماء كنجمة واضحة قوية المعلم وقوية في الضوء. ومن المحتمل إذا كان لها ضوء قوي أن ترى في النهار، فمن المحتمل أن يراها بعض الدول في النهار أيضا. هذا سيكون في بداية الشهر جون 2020. أقرب نقطة إلى الشمس بالنسبة لهذا الكوكب سوف يكون نجمة واضحة في السماء وقد تظهر في النهار أيضا. هنالك معلومة أن هذا الكوكب هو كوكب غازي متجمد وله كتلة من النواة كبيرة. كلما يقترب من الشمس كما تلاحظون سوف تزداد حرارته، سوف تؤدي الشمس إلى ذوبان الجليد الذي فيه وهو عبارة عن غازات متجمدة، وسيكون له ذيل طويل أكثر لأن هذه الغازات سوف تتحرر وتحترق. ومن المحتمل أن يقل حجمه كلما اقترب من الشمس. نلاحظ بالنسبة لموقعه للأرض لا يوجد أي تأثير، أقصد التأثير الاصطدام أو شيء من هذا القبيل، فهو في مدار بعيد عن الأرض ليس له أي ضرر على الأرض من ناحية الاصطدام أو شيء من ذلك القبيل. هذه الكرة الأرضية وهذا هنا، نكمل الدورة. نلاحظ هذا شكل الدوران، أكثر اقتراب له بالنسبة للأرض هو في هذا الشهر، هو في هذا الشهر بالضبط في يوم 10 كان أكثر اقتراب له للأرض، ولكن هو يستمر بالابتعاد عن الأرض والذهاب باتجاه أقرب للشمس. وكما قلنا فإنه في يوم 1 هذا أقرب أكثر اقتراب للشمس الذي يمكن من خلاله أن نراه كنجمة واضحة في السماء. هذا أكثر اقتراب له للأرض وهذا ما يمكن أن يؤثره. إذن لا يوجد أي اصطدام أو حالة من الشهب في الوقت الحالي من خلال هذا الكوكب أطلس تؤثر على الأرض. ولكن هنالك سؤال، هل أن هذا الأطلس له تأثير على الأرض؟ أن المذنبات التي تأتي وتمر بقرب المجموعة الشمسية
كل آلاف السنين، لها تأثيرات خفية ليس فقط من خلال الاصطدام. المذنبات قد تؤثر في أمور حياتية في الأرض ليس فقط في الاصطدام. من خلال الكتب القديمة والروايات، الخبرة الذي اكتسبها البشر، إن مرور النيازك وخصوصا الذي تكون مصاحبة بذيل في السماء بحيث ترى بشكل واضح، ترى بشكل واضح من سماء الأرض، وهذه النيازك حين تمر تكون مصاحبة بتأثيرات على الأرض. لا أعلم ما السبب، ومثل هذه التأثيرات هي الحروب والفيضانات. ففي الكتب القديمة تجد هنالك روايات كثيرة أنه إذا مر نيزك كبير في سماء الأرض يؤدي ذلك إلى تكون الحروب أو الزلازل أو الفيضانات. أنتم تلاحظون هنا من خلال هذا الشارت أو الرسم التوضيحي أن الكوكب بعيد جدا عن الأرض، ولكنه سيدور بالقرب من الشمس، وفي داخل بالضبط داخل مدار الميركوري، وسوف نلاحظه في سمائنا بشكل نجمة واضحة جدا، وسوف نلاحظه ومعه مصاحب بذيل. إن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم والكواكب وفيها أسرار كثيرة. أنا غير مختص بهذه الأمور كثيرا، لكني أعلم وقرأت في كثير من الكتب أن اصطفاف الكواكب بشكل معين أو مرور مذنب يؤدي إلى مصاحبة أحداث تحدث في الأرض مثل زلازل، فيضانات، وأكثر شيء يحدث عند مرور النيازك الكبيرة هو الحروب. وكما قلنا أن هذا المذنب يمر في دورته هذه الذي نلاحظها هنا، والذي هي من خارج المجموعة الشمسية، ما يقارب كل 5000 سنة، كل 5000 سنة تقريبا يقترب من المجموعة الشمسية. هذا كل ما موجود في هذا المذنب. من خلال هذا الموقع هنالك مذنبات أخرى يمكنك أن تراقبها أيضا. لديك المذنب وأيضا اسمه أطلس، ولكنه Y1، هذا هو. هذا مذنب كما نلاحظ هنا، هذا مذنب آخر وهو أطلس Y1، أيضا مداره عمودي على مدارات الكواكب. من خلال الوقت، هذا المذنب يبتعد حاليا كما نلاحظ في الشهر الخامس وهذا السادس انه يبتعد من المجموعة الشمسية، اي انه كان قد اقترب وكان اكثر اقتراب له من مدار المريخ، اقترب في الشهر الثاني من هذه السنة، اقترب في الشهر الثاني من هذه السنة، أكثر اقتراب له كان من مدار المريخ، وكما تلاحظون هذا أكثر اقتراب له، وهذه هي الأرض، هذه هي الأرض، ولكنه في حاليا هذا الشهر هو يبتعد من المجموعة الشمسية. نلاحظ هنا أيضا لدينا مذنب آخر
210 هذا مذنب آخر كما نلاحظه، ومداره أفقي أي موازي لمدار المجموعة الشمسية، الكواكب المجموعة الشمسية. هذا هو حاليا هذا المذنب الآن موجود بالقرب من الميركوري وداخل مدار الفينوس. نقدم الزمن ونلاحظ، وهو أيضا بعيد عن الكرة الأرضية في الوقت الحالي، نقدم الزمن ونلاحظ ما تأثيره. ليس له أي تأثير، إنه يبتعد أيضا، هو يبتعد وليس له أي تأثير قريب على الأرض. نلاحظ مذنب آخر، هذا هو 88 بي بولي. هذا المذنب 88 بي هويل، هويل كوميت 88 بي هويل. هذا المذنب حاليا هو خارج مدار المريخ وهو يقترب، سنلاحظ الوقت، يقترب من مدار المريخ بهذا الشكل، والآن بدأ كما تلاحظون بدأ بالابتعاد ولا يمر بالقرب من الأرض، ليس له أي تأثير. نلاحظ هنا آخر مذنب سي 2017 سي 2017 تي 1 هذا هو. هذا المذنب سي 2017 تي 1 وكما نلاحظ انه ذات مدار عمودي تقريبا جدا عمودي على المجموعة الشمسية. هذا هو المذنب باللون البنفسجي. سوف نلاحظ الوقت هل هو يقترب او يبتعد. انه يبتعد، هذا المذنب يبتعد، ليس له اي تأثير على المجموعة الشمسية او الارض. كان اكثر اقتراب له، هذا اكثر اقتراب له في سنة 2018. اذا اعزائي لاحظنا كيفية من خلال هذا الموقع نتمكن من معرفة المذنبات والكواكب الذي من المحتمل أن تكون قريبة من الأرض. وهذا بالعودة إلى الوراء إلى الهوم بيج، هذه هي المجموعة المذنبات الذي قمنا الآن بمشاهدة مساراتها. هذه هي المذنبات الآن قمنا بمشاهدة مساراتها، وهي حاليا موجودة في هذا المواقع بالنسبة للمجموعة الشمسية. كلها ليس لها تأثير، فقط المذنب الوحيد، وكلها في حالة ذهاب، في حالة ذهاب وابتعاد من الكرة الأرضية. المذنب الوحيد الذي هو في حالة اقتراب من الشمس هو كومت أطلس سي 2019 واي 4، وهو هذا، هذا هو المذنب. ولقد لاحظنا أنه في بداية الشهر الخامس سوف يكون قد اقترب أكثر نقطة، وهي هذه أكثر نقطة هنا من الشمس داخل مدار المركوري، حيث سوف يكون موقعه بين الشمس ومركوري. وهنا نستطيع في بداية الشهر الخامس سوف نستطيع أن نلاحظه وكأنه شمس ثانية أو نجمة واضحة في السماء، تكون واضحة بشكل جدا في السماء.
سوف نراقب هذه النجمة في الأيام القادمة إن شاء الله، وسوف أقوم بتصويرها إن شاء الله حين تظهر بشكل واضح. وهذا كل ما أردت أن أقوله لكم إن شاء الله من خلال هذا الموقع. أي معلومة لديك هنا يظهر لنا في هذا الموقع أيضا أن الكواكب التي تظهر في السماء حاليا الذي يمكنك أن ترصدها هي المركوري والفينوس والمارس والجوبيتر والساتورن واليورانوس والنبتون. هذه الكواكب تظهر في السماء في منطقة العراق. هنا معلومات كثيرة عن كيفية رصد أي كوكب أو مذنب، يعطيك إحداثيات إذا كان لديك تلسكوب وتستخدم الكمبيوتر. من خلال هذا الموقع يمكنك أن تشاهد الكثير من المعلومات الجميلة في هذا الموقع المجاني. طبعا هذا موقع لسكاي، موقع مجاني. أي ملاحظة حين تسمع أن هنالك نيزك يقترب أو أي شيء في السماء، اذهب إلى هذا الموقع ولاحظ من صحة هذه المعلومات. هذا هنا كما قلنا هي صورة للنجوم والكواكب والقمر والنجوم الكبيرة التي تظهر في سماء المنطقة التي أنت تحددها من خلال هذا الموقع. هذا كل ما لدينا في هذه اللحظة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. في النهاية إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا في الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. وأحب أن أقول لكم بأني في الحقيقة أنا قمت بعمل هذه القناة لأجل هوايات الذي أقوم بها في المنزل. أنا غير مختص بالفضاء بشكل علمي، أنا أحب أن أقوم بهوايات متنوعة في المنزل وتجارب علمية، وهذا هو الغرض من هذه القناة. ولكن بسبب الأحداث التي نمر بها من كورونا والأخبار التي تتحدث عن اقتراب نيازك أو شيء من ذلك، جعلني أن أقوم بهذه الفيديوهات للتوضيح، لكي أطمئن الناس بأنه لا يوجد في الشكل المباشر في الوقت والله أعلم، لا يوجد أي نيزك يقترب بشكل مباشر للاصطدام بالأرض، لا يوجد ذلك. أما الطارق فهو أمر الله، حين يأمره الله بأن يأتي ليضرب الأرض فسوف يأتي بغتة دون أن يشعر به أحد. وأعتقد أن هذا والله أعلم ليس في هذه السنة، ولكن أعتقد أن بسبب أو التأثيرات التي ممكن أن تحدث بسبب هذه النيازك أو بسبب ما نقوم به نحن البشر على الأرض، من المحتمل أن تحدث حرب قريبة، حرب عالمية. هذا ما أتوقعه والله أعلم. شكرا لإصغائكم، وعذرا للإطالة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.